أحسن الله إليك. أحيانا أئمة المقال يقولون الرجل مثل لا يعرف ثم يضعفونه، هل يقصدون لا يعرف، لا يعرف بذاته أو لا يعرف الجوانب؟ بالنسبة للعوائل لا يفرقون بين لا يعرف عينه أو لا تعرف حاله، إنما هذا الاصطلاح جاء عند المتأخرين يفرقون بين المجهول جهالة عين والمجهول جهالة حال. أما الأوائل ما كانوا يفرقون بين هذا ولا ذاك، يقول لا يعرف، ويقصد بأكثر من معنى، يقصد بمعنى يعني هنا اللفظ قد يقول لا يعرف بمعنى أنه لا يعرف بالتوفيق ولا يقبل حديثه ولا يعرف له كبير رواية تشهد له بالثقة والضبط والإتقان ونحو ذلك. فبالتالي إذا قال لا يعرف يقصد تجهيله، وتجهيله يقصد تضعيفه. ولكن الأوائل ما كانوا ضعيفون المجهول مطلقا، إذا روى عنه ثقة وثقتان ويعرفان هذان بعدم الرواية عن الضعف وعن المجاهيل، هذا يقوي أمر الراوي. وقد ذهب إلى هذا الطائفة من أكابر الأئمة، بل ذهب طائفة منهم الذهلي وجماعة إلى أنه إذا روى عن الراوي ثقتان فأكثر ارتفعت جهالته. ولكن الصواب أن هذا يقيد بأن يكون الثقتان لا يعرفان بالرواية عن الضعفاء ولا عن المجاهيل. فإذا روى عن الراوي ثقتان لا يعرفان بالرواية عن الضعفاء والمجاهيل ودلت قرينة على قبر الخبر فإنه يقبل. ولكن لو روى عنه ثقتان لا يعرفان بالرواية عن الضعفاء ولا عن المجاهيل وأتى بما ينكر عليه أو كان هذا أصلا في الباب فإنه لا يقبل، لا يقبل. فبالتالي كان الأوائل يبنون أو يقبلون المجهول تارة ويردون تارة أخرى. تارة يقول هو غير مجهول غير مشهور، يقصد رد حديثه،